وهي احلى خطبة بالعالم. كيف كان صوتكم؟ كتير منيح. انت عم تشوفوا فيديو اليوم. اليوم الفيديو رح يكون عن قصة المعلمة الظالمة الجزء الثاني. ويمكن حبيت كتير القصة، وفي كتير كمان بنات حكوا لي سوي قصة المعلمة الظالمة الجزء الثاني. طب املش الفيديو بتصوت الفيديو كتير كبيرة. شيل حب تعرفوا سبسكرايب عشان بقى يبني نزاقنا. فعل زر الجرس صفحكم اشارة امنز الفيديو. وبس خلينا نبلش. طبعا في ملحوظة، رح تكون القصة هي عبارة عن انه المعلمة اللي طردوها من المدرسة هذيك انتقلت على مدرسة تانية، فبما انه ما في مدارس تانية في مارتلي هون فاعتبروا انه هاي مدرسة تانية، فتمام. فهلأ ما في اي مشاكل تانية، وبس خلينا نبلش في القصة. الحمد لله لقد وظفوني في مدرسة اخرى. ان هؤلاء الفتيات الذين جعلوا المديرة تطردني من هذه من تلك المدرسة، سوف اقتلهم سوف اقتلهم فقط حين اراهم. شيخ زفير، حسنا الآن سوف أدخل المدرسة. يا الله، تكون يوما جميلا لي ولا أطرد كما طردت في المدرسة السابقة. حسنا يا إلهي. حسنا السلام عليكم يا طالبات. وعليكم السلام يا معلمة. حسنا، كما تعرفون أنني جديدة على هذا الفصل ولا أحد يعرفني، هذا صحيح؟ نعم نعم يا معلمة. حسنا، اسم المعلمة سلوى. لقد جئت لهذه المدرسة لأدرس، لكن لو أريد أن واحد منكم فقط طالبة أن تهمس أو تتنفس، وإن فعلت ذلك سوف أخصمها علامات وسوف أضربها ضربة شديدة. حسن، لأن الفتيات في المدرسة القديمة لقد طردت بسببهم، لأنهم كانوا يتكلمون كثيرا فشكوا علي بالآخر. حسنا، لا أريدكم أن تكونوا مثلهم وإلا سوف تتعرضون للضرب الشديد. حسنا حسنا يا معلمة. حسنا لا أعرف لا أني أرى أن الأسلوب بدأ من الآن. لا لا يا معلمة، أننا نتناقش فقط كون أننا أحببناك. واضح. حسنا، وما أيضا سوف أقول لكم. حسنا، من الأولى في هذا الصف؟ أنا يا معلمة. حسنا، ومن الثانية؟ أنا يا معلمة. حسنا، انكم الاوائل سوف تكونون انتم عارفة الجهات والذين سوف يفتشون على الواجبات، والفتاة التي لم تحل الواجب سوف تعاقب عقابا شديدا. حسنا، فهمتم ام لا؟ حسنا يا معلمتي. حسنا، لا اعرف ماذا سوف افعل اليوم. سوف نبدا بالشرح بسرعه، وسوف ناخذ عمليه الجمع. حسنا، الفتاة، وهناك شروط أيضا عندي لحل المسائل. الفتاة التي تخرج وتفعل نفسها متميزة وشاطرة ولا تعرف أن تحل السؤال، تعرفون ماذا سوف أفعل بها؟ حسنا، هيا لنبدأ بالسؤال الأول. هي أمل أن يكون أول يوم جيد بالنسبة للطلاب وطالبات مثلكم. حسنا، من تقول لي الجواب؟ 2 + 2 كم يساوي؟ أنا يا معلمة، أنا التي تقول أنا سوف أخصمها علامات يا أولى. حسنا يا معلمة، لو سمحت جانيني. أنت التي في الوراء، لكن لم أرفع يدي، لا أعرف. هيا تعالي هنا، هيا ضعي 2 على يدك. حسنا، و2 أخرى. حسنا، ضعي 3 أخرى. حسنا، كم يعدي؟ 1 2 3 ألا تعرفين؟ 1 2 3 4 5 كيف تعدين 5؟ 1 2 3 4 ألا تعرفين أن تعدي؟ هيا سوف أضربك. أرجوكِ يا معلمتي، أعدكِ أنني لن أفعل ذلك في المرة القادمة. إن فعلتها سوف أقتلكِ. في المسألة التي بعدها أنتِ هي من تحليها. حسن، هيا ارفعي رأسكِ عن الطاولة، لا أريدها ذلك. حسنا، السؤال الذي بعده، أنتِ سوف تحلينه. 3 + 5 هيا من تخرج لتحل؟ أنت من تخرج. حسنا، هيا كما قلت لك كما علمتك. 5 3 صحيح. هيا عدي. 1 4 سوف أقتلك. 2 3 4 5 6 7 8 نعم، لماذا تخافين؟ يجب أن تكوني واثقة من نفسك. ما هذا؟ حسنا يا معلمتي. هيا أحسنتي، أريدك هكذا دائما.
هيا بالمسألة اللي بعدها سوف يحلونها فقط الأوائل. أنتم الفتيات يجب مبركن قبيحة وبشعة، لا أريدكن في هذا الفصل أساسا. ما هذي المعلمة؟ أصمتن أنت وإياها، حتى الأوائل يبرمن. ما هذا؟ حسن، السؤال الذي بعدها سوف أصعبه كثيرا لكن الأوائل آل. هيا لنرى، سوف أضع لكم سؤالا صعبا جدا، نرى مدى ذكاؤكن. هيا يا أولى، قفي وحلة. أنا عارف أنك فعلت ذلك حتى تشغلني. أصوتي، لا أريد أن أسمعك. نعم يا معلمة، نأخذ الكبيرة في عقلنا والصغيرة على أيدينا، نقول 13، ونضع 7 على أيدينا، نقول 13 في عقلنا، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 24. إنها سهلة جدا. أحسنت أنك متفوقة جدا. حسنا، فقط سوف يكون، أظن أعتقد أن الأسئلة فقط سوف تكون للأوائل. ماذا سوف أقول عنكم؟ إنكم لستم ممتازون أبدا أبدا أبدا. وفي اليوم التالي، لكن ملاحظة، في اليوم الذي قبل التالي، غدا سوف أعطيكم أنا واجبا، من لا تكتبه تعرفون العقاب. الواجب صفحة 97-1، إن لم تحلوه سوف يكون العقاب شديدا جدا. هل فهمتم؟ حسن حسن يا معلمة، هيا إلى البيوت. وباليوم التالي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا معلمة، أعتقد أنني أعطيتكم واجب في المرة القادمة. نعم نعم يا معلمة، لقد حللنا. هل فتشتم على قبلكم؟ لم. هيا فتشوا، ماذا تنتظرون؟ حسن حسن، هيا. أين أنت؟ حسن أنت. يا معلمتي، أنا طالباتي واحدة لم تكتبه والأخرى أيضا لم تكتبه. أما أنا يا معلمتي، أنا كتبته لكن الذي ورائي لقد تقول أنها نسيت دفترها. إنكم كذابين جميعا، هيا قفوا. سوف أضربكم، هيا أعطوني مسطرة. حسنا، أرجوكي يا معلمة. سوف تبقون هكذا طوال الحصة، لا تجلسوا، وكل الأسئلة فقط سوف تكون لأول طالبتان. إنكم بنات، ماذا أعرف أنا ماذا سوف أقول عنكم؟ راسبون راسبون. وبعد انتهاء الحصة، نعم هكذا ما حصل، إنها معلمة جديدة من اليوم الثاني تفعل ذلك، لا أعرف. نعم يا معلمة، بما أننا الأوائل على الصف لكنها لا تعاملنا أن أعرف ماذا سوف أقول لك، تعاملنا فقط كأننا نحن الوحيدون الذين موجودون في الصف. مثلا أن تقول هذا السؤال فقط للأوائل، لن يحلوه غير الأوائل، وهكذا. أنها تشرح بشعر صديقاتنا الأخريات أنهم ممتازون لكنهم يخافون جدا منها. أيضا تحكم علينا من منظرنا، تقول لي أنا قبيحة وأنا أقبع منها وأنا أقبع منها، وتقول لنا لن نجاوب لأننا قبيحات فقط. لقد تمادت حدودها هكذا. أنتم صديقون أم تكذبون علي؟ فأنني لا أريد أن أقع في مشاكل. أقسم لك يا مديرتي، أقسم لك. وأيضا هي قالت لنا يا معلمتي أنها قد طردت من المدرسة السابقة لأنها كانت تعذب البنات، فقالت لنا ذلك بلسانها حتى، وأنا متأكدة أنها سوف تقول عننا كذابين. حسن حسن، لنرى المشكلة ونرى الدلائل في الصف مع فتيات الصف الأخريات. حسن يا معلمتي، شكرا جزيلا لك. العفو. ماذا تريد؟ تفضلي، ماذا تريدين يا مديرتي؟ أريدك في موضوع هام جدا بخصوص الطالبات. الطالبات، يا ماذا ماذا حدث مع الطالبات؟ لقد أتت شكوى ضدك من جميع طالبات الصف. ما هذا الشكوى ضدي؟ أنا أفضل معلمة أساسا في المدرسة هذه. أرجوك لا تقاطعيني. حسن حسن تفضلي. جميع الفتيات يقولون أنك تجعلين الأسئلة فقط للأوائل، تضربين البنات ضربا قويا جدا لا تفعله أي معلمة غيرك، وأنك تحكمين على البنات من مظهرهن.
إن هذه أشياء كبيرة في حق مدرستنا. إنهم كذابين، هل صدقتهم؟ طبعا. يبدو من شكلك أنك الكاذبة، وأرجوك لا تتكلمين هكذا مع المديرة. إنني مديرة، أرستي ذلك؟ لقد ضربتهم لأن هذا هو أسلوب التدريس، لأنهم لا يفهمون أن عقلهم صغير، لا تدخل المعلومة في دماغهم، إنهم لا يفهمون أساسا. تتكلمين أيضا بوقاحة وأنت لا تعرفين الطالبات. حسن، تفضلي هذه الورقة، إنها ورقة فصل من المديرة، تفضلي هيا واذهبي إلى بيتك. شكرا جزيلا لمعاملتك الجميلة. أساسا لا أريد أن أشتغل في هذه المدرسة، هذه الطالبات يلحقونني في كل مدرسة، إنني أكرههم. يا إلهي، لن أعمل طوال حياتي في هذه المدارس. بس كحل وصلنا هذه الحلقة، أتمنى تكونوا استمتعتوها حبيتوها. إذا حبيتوها ما تنسوا الفيديو لايك كتير كبيرة، شيرك اللي حاب تعرفوا، سبسكرايب عشان أي فيديو نزل على القناة، فعل زر الجرس عشان تصلكم إشعارات أنزل الفيديو. وبس بحبكم كتير كتير كتير، ويلا سلام.